حادث شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة. وقع حادث شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة السعدية. شق جبريل عليه السلام صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وأخرج منه العلقة السوداء، ثم ختم جبريل عليه السلام ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة، فليس للشيطان عليه سبيل، وأصبح صلى الله عليه وسلم معصوما بأقواله وأفعاله. خاتم النبوة عبارة عن لحمة زائدة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء قلبه، حجمها حجم بيضة الحمامة. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. رواه مسلم.